هاي نروج معروف بأنه من أغنى وأسعد البلدين بالعالم، وفي كتير إشياء غريبة ما منعرفها عن طبيعة هالبلد وقوانينه. الكولونيل الرئيس للحرس الملكي النروجي هو سير نيلز أولاف، وهو بطريق ومنه عايش بالنروج إنما بأدنبرا زو بسكوتلند، وبيزوره الملك بشكل منتظم. المشروبات الروحية اللي بتزيد نسبة الكحول فيها عن 4.75% تنباع بمحلات معينة تملكها الحكومة ومعروفة بفين مونوبوليت، وبتعني واين مونوبولي. أما المشروب الوطني للبلد فهو أكوافيت، وبتوصل نسبة الكحول فيه ل 60%. أتلانتيك رود تعتبر من أشهر الطرقات السريعة بالعالم، وهي مؤلفة من 8 جسور على خط 8274 متر بمواجهة المحيط الأطلسي. مين قال إنه إحدى مصانع الشوكولا بالنروج كانت مصدر الوحي لكتابة تشارلي أند ذا تشوكليت فاكتوري؟ أنا قال. شوفكم بكره.